السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. أنا مصر إنهم يروحون ويشوفون مثل العالم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم. السلام عليكم. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم. العفو يا بيه، احنا في خدمة. اتفضل انت. فارس لميس، بعد اذنك ممكن اقابل مقتبل بيه؟ ليه يا فندم؟ في حاجة مش مريحة حضرتك؟ عموما تحت امر سعادتك، انا هتصل بيه اشوف اذا كان فاضي ولا لا، وهدي لحضرتك خبر حالا. متشكر قوي قوي. العفو يا فندم. الو، ابراهيم المنشاوي عايز يقابلك دلوقتي حالا. يا سلام على احساسك يا ابراهيم بيه. تعرف لو ما كنتش جيت تقابلني انا كنت هبعت اطلبك. خير خير ان شاء الله يا فندم. خير طبعا، بس هو اللي انت الاول كنت عايز ايه؟ يعني لو عندك اي شكوى اي اقتراح. والله يا فندم انا كنت جالس سعادتك في حاجه كده. عارفها؟ ايوه عارفها. اتفضل. شكرا. مالك؟ مندهش ليه؟ انا عارفها. اصل مستحيل سعادتك تكون عارف انا جاي ليه. لا يا سيدي عارف، اكيد جاي تتكلم في موضوع العربيه. عربيه؟ عربيه ايه يا فندم؟ بتفضل. العربيه بتاعتك طبعا.
ما هو مش معقول شخص عظيم زي سعادتك وفي مركزك سواء السابق او الحالي وما يكونش عنده لغايه دلوقتي عربيه شيك. انا فاهم ده وما تقلقش فندم. شوف يا ابراهيم بيه، الشركه عندنا هنا ليها ارتباطات بشركات كتير جدا، منهم شركات استيراد عربيات وانتاجها وكده. سعادتك بس اطلب الكتالوجات من عند الانسه لميس واختار الموديل بتاع العربيه اللي تعجبك، واحنا هنسدد ثمنها بالكامل، وبعدين نبقى نقسطه على سعادتك بالتقسيط المريح، يعني ربع المرتب في الشهر. يبقى كويس ولا ايه؟ يا فندم ده كرم عظيم من سعادتك، هي الحقيقه فرصه ما تترفضش، بس مش ده اللي انا كنت جاي لسعادتك فيه. امال كنت عايز ايه سعادتك؟ سولفه مثلا؟ لا 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 يا فندم، لا لا ابدا. طب امال في ايه؟ امرني انا تحت امرك. والله الحقيقه يا فندم هو يعني في شاب من اهل حتتنا معاه بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه، كان نبغى والله يا فندم ايام الدراسه، بس الحقيقه دلوقتي هو يعني لايص ومش لاقي شغل، وانا قلت يعني ايوه ايوه مفهومه الحاله دي، كتير اليومين دول. الشاب ده يهمك امره يعني؟ والله جدا يا فندم، لانه ابن واحد من اعز اصدقائي. ويا ترى عنده كام سنه الشاب ده؟ يعني 23 سنه يا فندم، وملوش جيش لانه وحيد امه وابوه. كويس. طيب الولد ده شكله حلو يعني؟ يا فندم؟ قصدي يعني هو وسيم حسن المظهر؟ حسن المظهر جدا يا فندم، يعني مثال للرجوله والشباب. بسم الله ما شاء الله. طب دي بسيطه، سيب بياناته عند الانسه لميس، واللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. نشكر افضلك يا فندم، نشكر افضلك، مش عارف اشكرك ازاي. يا راجل هتشكرنا على ايه؟ ده احنا اللي نشكرك. راجل زيك بيشتغل معانا شرف للشركه عندنا. وبعدين شويه بشويه سعادتك هيبقى لك مكان متميز جدا سواء في الشركه او في المجموعه كلها. على كل حال سعادتك عدي بس على الانسه لميس واختار موديل العربيه اللي انت عايزه، والاجراءات هتنتهي بسرعه جدا ان شاء الله. شكر فضلك يا فندم، الحقيقة هو يعني في طلب تاني. أوي أنا تحت أمرك. هم أنا تاني يوم ليا هنا في الشركة يا فندم، ويعني أنا مش لاقي حاجة أشتغلها، يعني أنا ما أقدرش أقعد من غير شغل طبعًا، ويعني عايز أحس بقيمة إنتاج شغلي. يا سلام يا سلام، أنا مقدر يا سيادة العميد حميتك ورغبتك في الشغل دي، مقدر اللي أنت عملته زمان للبلد دي وخاصة في حرب 73. على كل حاجة يا سيدي ما تستعجلش، قريب جدًا سيسند ليك عمل من اخطر ما يمكن، وهكون انت الوحيد المسؤول عنه. ارجو ان ده يريح سيادتك نفسيا. عربيه؟ انت تتكلم جد يا ابراهيم؟ طبعا يا زينب عربيه. الله، العربيات دي فيها هزار. عربيه وبالتقسيط المريح، يعني كاني واخدها ببلاش. تعرفي انا حسبت لقيت نفسي هخلص اقساطها بعد 10 سنين. يا اخويا ربنا يديلك العمر وتفرح كمان وكمان، ده انت بركه انك انت راجع النهارده رايق كده ونفسيتك صافيه. تعرف يا زينب اصل انا اكتشفت ان الراجل صاحب المجموعه ده راجل كل ذوق واخلاق يا زينب، صدقي انا اي طلب اطلبه منه كاني بديله امر. ربنا يعلي مراتبك وينصرك على من يعديك يا رب. ابراهيم المنشاوي كلمته واحده ولا تتردش، قالوا له ان في امل كبير قوي وهيردوا عليه قريب بوظيفه ان شاء الله. ان شاء الله يا بابا. الحقيقه انا كنت عايز اطلب طلب من حضرتك يعني، ومحرج شويه. محرج من ايه يا ابني؟ انت تطلب عناية. تسلم عينيك الاتنين يا بابا. عايز فلوس؟ يعني عايز تشتري لي بدله جديده. تحضر بيها فرح عايده، مش كده؟ ايوه يا بابا. لازم تشوفني في احلى صوره ممكنه عشان ما تفتكرش ان انا اتهزيت بعد ما سابتني. لازم تعرف كويس قوي ان هي اللي خسرت مش انا. ربنا يديك ويوفقك يا ابني. حاضر، بكره الظهر اكون محضر لك اللي يقضيك وزياده. اهلا وسهلا يا الف خطوه عزيزه. اتفضل يا زكريا يا ابني. اهلا بيك يا طنط. اهلا بيك. ازيك يا نبيله؟ ازاي حضرتك يا طنط؟ ده صاحبك زكريا، انا خارج قابله. احنا مكسوفين قوي، اكمننا يعني ما عرفناش نعمل الواجب وياك وانت في المستشفى. يا بنتي ما تحملوش نفسكم اكتر من طاقتكم، احنا مفيش بينا وبين بعض عتاب. اتفضلوا اتفضلوا.
ازاي بس يا عم ناصر؟ دي معازة مصطفى في معازة عماد بالظبط، ده كان أقرب واحد لقلبه. الحقيقة زكريا قام الواجب وزيادة. وبعدين احنا مقدرين ظروفك، ربنا ينتهك بالسلامة وينولك اللي في بالك. تعرفين بقى لو نبيلة جابت ولد هسميه ايه؟ مصطفى. بجد؟ مش عشانك. على اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعشانك يا زيزي برضه بدل ما تزعل. بقول لك ايه؟ ايوه. انت هتروح يوم الخميس؟ طبعا. وبعدين بقى بلاش وشوشة. مش تباركوا لجوزي على النجاح الهايل اللي عمله في وظيفته. ألف مبروك يا زكريا. خير؟ الحمد لله يا عمي، ربنا وفقني ومسكت قضية كبيرة قوي أول ما تعينت في موقعي الجديد. مبروك يا زكريا. طبعا تبقى تقولي على كل التفاصيل. أنا هحكيها لك طبعا، بس ده لو جيت معايا الجامعة عند عم رضوان، وبالمرة نطلع سوا نشوف سكن عم رضوان الجديد. ربنا يوفقك ويزيدك كمان وكمان. تشكر قوي يا طنط. عقبال مصطفى كده ما يتعين إن شاء الله، وربنا يوفقه في شغله الجديد. هانت يا زكريا يا ابني، بعون الله هتسمعوا أخبار كويسة قريب. والله حقيقي الكلام ده مصطفى؟ بإذن الله. هي وظيفة إيه وفين؟ لسه معرفش. هانت يا زكريا، وعلى العموم الوظيفة هتيجي عن طريق واحد مش غريب عن زكريا ولا عن نبيلة. الوظيفة هتيجي عن طريق سيادة اللواء إبراهيم. بابا؟ ليه بس يا بنتي؟ ده انا جايب له اخبار هايده. ايه يا عم؟ لقيت له وظيفه فعلا؟ تقريبا يا زكريا. بس انا رايي بقى ان مصطفى جاي. مصطفى اصله اقوى من كل اللي بيحصل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا مصطفى، تعالى جنب. اهلا اهلا يا مصطفى ان شاء الله. تعالى اقعد. مصطفى جنبك. امال ايه؟ يبقى لازم في اخبار حلوه يا سياده العميد. اخبار هايله يا حضره الناظر. يوم السبت ان شاء الله تيجي معايا عشان نقابل المدير الكبير بتاعك. يا من زكريا يا رب، جميلك ده جميل العمر يا ابراهيم يا اخوي، مش عارف ارضهولك ازاي. شكرا يا عم. شكرا عليا يا ابني، بس ربنا يتمم بخير ان شاء الله. مش الواجب برضه نروح نسلم عليهم ونقول لهم مبروك؟ يا ابني ماشي. ما تخافش يا رب، انا ماشي تحت ايدك. عن اذنكم يا جماعه اتفضلوا. يلا يا عطيه. يا ولا يا ولا الله يبارك فيك. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك وعقبالك. الجواز مش مشكلة، المشكلة ان انا الاقي الانسان اللي تستاهل. الله 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 عزيز بيه، دي اخبار رائعه بجد، اخبار عظيمه جدا. بس انت متاكد يعني نسيم خلص في تورينو كل الصفقه دي؟ الله الله. لا اصل انت انت مش متصور، اصل معنى كده ان الصفقه بتاع مصنع الات الرخام دي
هتبقى أتقل صفقة عملناها في الشركة هنا. أمال إيه؟ وبعدين ده معناه إن إحنا داخلين على صفقات تقيلة على طول بقى. يا وش الخير والسعد أنت. إبراهيم المنشاوي جايب معاه الولد اللي كلمك عنه وعايز يجيلك. لا لا، الولد فعلا شكله وسيم ولابس كويس. يا مقتبل ده مش وقت هزار، ها أبعتهم لك؟ طيب حاضر. إبراهيم بيه، مقتبل بيه مستني حضرتك. متشكر جدا يا أنسة لميس. على فكرة يا عم. نعم. مستوى الجمال هنا مرتفع. اختش يا ولد عيب، أحسن والله العظيم أقول لحضرة الناظر يرفضك فورا. تعالى. أهلا. أهلا. أسفين يا فندم إذا كنا هناخد من وقت سعادتك يعني. ده كلام يا سعادة العميد، ده المكتب مكتبك. الأستاذ مصطفى ناصر أظن مش كده؟ أيوة يا فندم مصطفى ناصر. يا سلام. ده شاب زي الورد فعلا يا إبراهيم بيه. شكرا يا فندم. مقتبل بيه النمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات والمدير العام. شرفنا يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. أهلا يا مصطفى. ها تحبوا تشربوا ايه؟ الف شكر يا فندم، هو شرب معايا شاي وحاجه ساقعه وكل معايا كمان لانش وجبنه رومي. عادي عادي انا مش شايفك. على فكره يا ابراهيم بيه ده راجل بركتنا كلنا، هو الكباره بتاعنا وطلباته اوامر. العفو يا فندم. هو كلمني عنك وانا الحمد لله لقيت لك موقع ممتاز في مشروع من مشروعاتنا. ارجو يا فندم ان انا اكون عند حسن ظن حضرتك. ده اكيد اكيد، ومن قبل ما نبدا حتى، بس هي فرصه علشان اقول لك كلمتين مهمين جدا. طبعا انت راجل شاب جامعي ومتفتح، ولازم تعرف ان في قاعده مهمه جدا في الشغل دلوقتي في ظل النظام اللي داير في العالم كله. التخصص بصراحه ما عادش هو المشكله، المساله الاساسيه دلوقتي الفرصه وبس. وارجو انك ما تتخضش قوي، لان الفرصه اللي انا هعرضها عليك ديت يتمناها الاف الشباب مثلك. وانت بصراحه لو فكرت فيها هتلاقي فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة وبس. متروتيل؟ ويطلع ايه المتروتيل ده يا مصطفى؟ حاجة كده زي جرسون يا ماما. جرسون؟ يا مصيبتي، هو اتهبل في دماغه ولا اتهبل في دماغه؟ بقى انت اللي معاك الشهادة الكبيرة اللي شرع المعاهدة بحاله ما يطولش يشوفها تشتغل جرسون؟ كارثة كارثة بكل المقاييس يا ماما. عارفه معروض عليه كام يا عطيات في الوظيفه دي؟ يا اخويا هي الحكايه حكايه فلوس؟ لا مش القصد، بس بقول لك من باب العلم بالشيء. هياخد 150 جنيه في الشهر مرتب، غير انه واكل شارب على حساب الاوتيل، وهياخد نسبه من التبس. من الايه؟ التبس يا عطيات، الفلوس اللي بيدفعوها الزباين زياده. بقشيش؟ مش مكسوف وانت بتقولها؟ بقشيش؟ وطي صوتك، احنا بنتناقش مش بنتخانق. انا عايز افهم، ابراهيم المنشاوي يجيب لك وظيفه قليله القيمه زي دي ليه؟ حد قال له ان احنا بنشحت؟ وبعدين يا عطيات، على العموم انا اروح الاوضه افكر لوحدي شويه. تفكر؟ هو انت لسه هتفكر؟ المفروض تقول له لا اول ما قالها لك. وطي حسك وروحي شوفي مين على الباب. السلام عليكم يا جماعه. اهلا يا سياده اللواء، اتفضل. ازيك يا ناصر يا اخويا؟ الله يخليك. والله العظيم يا مصطفى انا كان عندي فكره عن الوظيفه اللي كلمني عنها، لكن انا بقول لك قدام والدك اهو، لو عايز ترفض يا ابني ارفض، صدقني ده مش هياثر على علاقتي مع مقتبل النمر. طبعا ترفض ومن غير اي تردد. ليه بس يا زكريا؟ ليه بتسالني ليه يا عم رضوان؟ انت ناسي مصطفى كان بيحلم بيه قبل التخرج؟ لا خلاص يا زكريا، الاحلام ما عدلهاش وجود في حياتي صدقني، ده اللي اكتشفته في الفتره الاخيره. معنى كلامك ونبره صوتك بتقول انك هتقبل؟ اكذب عليك لو قلت لا. ايه ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده يا زكريا، هي الشغلانه اللي معروضه على مصطفى دي شغلانه حرام؟ لا مش القصد طبعا يا عم رضوان. خلاص ما دام بتدخل له قرش حلال يبقى هو صح.
يعني يشتغل كالناس مثلا بالبكالوريوس، ده منطق برضو يا عم رضوان. امال ليه ما زعلتش على عمك رضوان لما قعد يبيع نوجة وعسلية للعيال؟ يا عم رضوان الوضع هنا مختلف، مصطفى اصلا ما بيفهمش في الحاجات دي، وبعدين دراسته بعيدة كل البعد، يبقى ايه بس اللي يخليه يقبل؟ اللي يخليني اقبل يا زكريا ان انا زهقت، نفسي يبقى لي شكل، نفسي يبقى لي كيان وقيمة في المجتمع. يعني عماد بيعمل ايه دلوقتي؟ اكيد مبسوط وبيشوف حاجات تانية. وجالك منين بس انه مبسوط يا مصطفى؟ من الجوابات اللي بعتها لي، ومش ممكن يكون بيكذب، لانه لو كان بيكذب وفشل كان رجع على طول. صدقني يا زكريا الوظيفة اللي انا هشتغلها دي هتكسبني اضعاف اضعاف ما كنت بشتغل وظيفة مكتبية، وهو قرشين يسندوني في وقت الزنق. مصطفى حبيبي اللي انت بتقوله ده مجرد رد فعل عنيف للازمة اللي انت مريت بيها. وبعدين صدقني انا اللي عمله الدكتور صبري في حياته وجوازه العايدة هو اللي غرقك في الصدمة، وخلى الحل من وجهة نظرك انك تستسلم لأي شيء ممكن يوصلك لنفس الطريق. بس ده غلط يا مصطفى، غلط هتندم عليه عمرك كله. يا سيدي حين النهاردة وموتني بكرة. استحالة اللي بتقوله ده مصطفى، واستحالة أكبر إن أسمعه منك. بقى ناوي تقبل يا مصطفى؟ هتقبل؟ أيوة يا زكريا، ما قداميش حل بديل. خسارة، كان نفس الحاسة اللي حصلت له تكون فوقته رجعت له عقله، لكن اتضح العكس تماما. ما دخلتيش تنامي ليه يا عطيات؟ قلبي مقبوض ونفسي مش مرتاحة يا سي ناصر. ليه بس؟ لنفس السبب اللي مخليك سهران وقلقان وبتداري قلقك فيه بالقراية. عطيات؟ نعمين يا سي ناصر، ما تكدبش عليا، قلقك باين في عينيك، باين حتى في ايديك مش عارف تمسك الكتاب. حلفتك بالله يا سي ناصر، انت مرتاح للي بيحصل ده؟ فرحانك من ابنك قبل الوظيفه اللي والله ما قادره اقولها بلساني. ارجوك يا عطيات ما تعذبنيش، انت عارفه ان ده مش سهل عليا. احنا قعدنا سوا نحلم بمصطفى والمستقبل اللي مستنيه، لكن ادي الله وادي حكمته. الدنيا من حوالينا اتغيرت يا عطيات واحنا مش دريانين. ده انا كنت بسمع مهازل بس ما كنتش بحكي لك. ايوه، محدش عارف الخير فين ولا الشر فين، كل الحاجات اتلخبطت، ما بقيناش عارفين اي حاجه من اللي بيحصل. والله ما عادش قدامنا غير اننا ندعي له ربنا يجعلها شغله سعيده عليه. بس هو اتفق معايا لو ربنا اكرمه بشغله تانيه وحس انها احسن هيسيب الشغلانه دي دغري. شرفتي ونورتي يا حماتي. ايه ده انت ما لحقتيش تقعدي معانا؟ معلش بقى يا اخويا، اسيبكم تتهنوا ببعض شويه، مش عاوزين حاجه اجيبها لكم من بره؟ اسالي عايده لان انا من بكره نازل على شغلي. مش عاوزه حاجه يا عايده؟ متشكره يا ماما. يا ريت كنت حضرتك تيجي تقعدي معاها كده تسليها، لان انت عارفه ظروف شغلي بتخليني اقعد كتير قوي بره البيت. ان شاء الله فضتكم بعافيه. مع السلامه. الله يسلمك. مالك؟ كنت قاعده مبوظه ليه طول القعده وامك معانا؟ ايه؟ عايزاها تقول ان احنا متخانقين واحنا في شهر العسل؟ اظن سالتني اكتر من مره وقلت لها اني الحمد لله مبسوطه. يا سلام، وهو الانبساط بيبقى كلمه ولا افعال؟ ده انت طول القعده ما فتحتيش بقك بكلمتين على بعض ووشك اتقلب زي ما تكوني سمعتي خبر حد عزيز عليكي. يا ساتر، ايه التشبيه الفظيع ده؟ ما هو ده اللي انا حسيته، وحسيته بقى بالاكتر من خبر قالته الست ودتك في وسط كلامها. خبر
خبر شغل مصطفى ناصر. مصطفى؟ ايوه يا هانم، مصطفى ناصر. من ساعة ما جت سيرته وسيرة شغله في الأوتيل وانت وشك اتغير واتقلب. أنا ملاحظ كل حاجة، وبعدين أنا مش أهبل ولا بريالة. أنا ملاحظ من يوم ما جه الفرح، من يوم ما جه مخصوص علشان يغيظك ويغيظني. وافق فعلا عن اقتناع يا حضرة الناظر؟ أيوه يا سي إبراهيم، عن اقتناع. يا ناصر يا حضرة الناظر، أنا مش عايز مصطفى يندم لو الشغلانة مش مريحة ويقول قبالها غصب عنه. يا سي إبراهيم والله زي ما قلت لك، وافق بمزاجه عن اقتناع 100%. على خيرة الله، الحمد لله رب العالمين، ريحت قلبي يا ناصر والله. طب يا ريت بقى تبلغ صاحب الشغل. إن شاء الله هبلغه. والنهارده؟ الله الله الله، النهارده يوم مشرق وأخباره كلها تفرح. الحمد لله يا فندم، إن شاء الله دايما كده على طول. إن شاء الله. وبعدين الولد اللي انت جايبه ده واضح ان حظه حلو جدا، كان هيخسر كتير قوي لو كان ما قبلش الوظيفه، لان انت ما عندكش فكره الاوتيل ده هيكون شغله شكله ايه. ابتداء لازم تعرف ان معظم راس ماله من جيب الخاص، وانا لا يمكن احط فلوسي في مشروع غير مضمون نهائيا. طبعا يا فندم. امال نمره اتنين بقى، الولد ده عارف مرتبه ممكن يبقى كام من المشروع ده؟ على الاقل 500 جنيه في الشهر. يا 500 جنيه؟ امال ايه، مش بقولك انا هيبقى حظ وحش جدا لو كان رفض. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. بقيت الاخبار الحلوه يا سيدي تخصك انت بقى. الحقيقه يا مختبر البيئة، انا كنت عايز اخد راي سعادتك في مساله شغلاني كده. انا تحت امرك خير؟ لا ان شاء الله خير. الحقيقه انا اصلي ما تعودتش يعني اقعد كده من غير شغل، يعني حاسس ان انا بعيد عن ال وبعدين ابراهيم بيه كده حرقت لي اول مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجأة إن شاء الله. يا سيدي إحنا في الأول كنا مريحينك شوية على ما تاخد على جو الشغل، لأن بعد كده هنحتاج منك مجهود كبير جدا وتركيزك كله. والله يا فندم ده شيء يسعدني. ابتداء مصنع الرخام هيبدأ يشتغل قريب جدا، وأول رسالة هتوصل خلال أيام، وأنت بنفسك اللي هتستلمها وهتكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة. تحت أمرك يا فندم. وبعدين أنا هديلك دلوقتي الفايل ده في كل التلكسات اللي بيننا وبين ايطاليا واليونان، عايزك النهارده تتفرغ له، تدرسه دراسه كامله، وبكره هنتناقش فيه ان شاء الله. تحت امرك. تاني مفاجاه بقى يا سيدي، المفتاح ده. مفتاح العربيه يعني؟ بالظبط كده، اتفضل. وده يا سيدي الورق بتاعها، يعني تقدر تنقلها من بكره باسمك، واول قسط هنخصمه منك ان شاء الله بعد 3 شهور. بعد 3 شهور يا فندم؟ على الاقل يا سيدي، ما احنا مش معقول اول ما نعينك ونقبضك نخصم منك قسط العربيه كمان. يا فندم الف شكر، الف شكر. ما تشكرنيش دلوقتي، فاضل المفاجاه الثالثه. خير يا فندم. يا سيدي مجلس الاداره اجتمع امبارح وقرر رفع مرتبات جميع المديرين 200 جنيه في الشهر، يعني من اول الشهر الجاي مرتب سعادتك الاساسي هيبقى 800 جنيه. معلم الإحصائي يا سيدي المعلمين. السلام عليكم يا معلم. ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. 1300 مبروك عليك يا سيادة اللواء. الله يبارك فيك يا معلم. ماليش حاجة يكسرها بصحيح. اتفضل يا سيدي، ما تغلاش عليك والله. والله ده احنا تزودها لك يا سيادة اللواء، احنا في ذاك الساعة لما شارع المعاهدة يتزين بحتة بريفكت زي دي. يا سيدي تعيش الله يخليك، بعد إذنك. اتفضل، مع السلامة. السلام عليكم. مبروك عليك. الله يبارك فيك. مع السلامة. شفت يا ابراهيم؟ شفت السعد والهنا هيتكتبوا لك من وسع ان شاء الله. احمدك يا رب واشكر فضلك. امسكي بقى يا زينب. ايه ده كله يا ابراهيم؟ ده المرتب يا زينب. مرتب؟ هو انت لسه كملت الشهر؟ يا زينب ده عن الايام اللي قضيتها من ساعه ما اتعينت. امسكي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. يا سلام، تبينها شغلانه هنا يا ابراهيم. ايوه يا زينب، صدقت مني بالله انا النهارده اتفائلت جدا. الحكايه مش حكايه فلوس وعربيه، لا، حكايه ان الشغل الجديد هيبتدي. انا جايب معايا ملف بتاع المصنع الجديد. طب وماله يا اخوي؟ ربنا يقويك كده ويقدرك. انا هقوم بقى احضر لك الغدا واعمل لك كوبايه شاي تقيله تعدل نفوخك،
هتخليك تاكل الدوسيه ده اكل. تسلم ايديك يا زينب. بقول لك ايه؟ نعم. حلاوه اللي حصل ده كله النهارده، لازم بقى تعمل حاجه كده لوجه الله. ده اول هام، وتاني هام بقى تنزل تجيب لك البدلتين ثلاثه اللي انا قلت لك عليهم، وما تبخلش على نفسك بقى. وعاوزاك كده تسوق العربيه القبها دي ببدل جديده مش بالبدل القديمه. طيب يا ستي، متشكرين قوي على المنحه دي. وتالت هام بقى الشقه عاوزه توضيب، دي بقى تسيبها عليا انا. حاضر. ان ما كنت اخلي لك شقتك دي تحفه، الناس تحكي وتضحك عليها، ما بقاش انا زينب. طيب يا زينب. ايوه. اهلا اهلا يا درش. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا ابني. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك يا حبيبي؟ ازاي ايدك دلوقتي؟ الحمد لله، حفكها كمان يومين ثلاثه. اتفضل يا ابني استريح. معلش انا اسف. اهلا 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 اهلا. انا اسف ان انا جيت لحضرتك من غير ميعاد. يعني اسف على ايه يا ابني؟ اسف على ايه؟ ده انا كان نفسي اشوفك انت وابوك النهارده قبل بكره. خير؟ الاول مبروك على العربيه. انت شفتها؟ شفت حضرتك من الشباك وانت جاي، ف قلت اتقل يعني شويه واجي اسالك على الموضوع. لا، الف مبروك يا درش. انت ان شاء الله هتستلم الشغل في الاوتيل الاسبوع اللي جاي. بس بص بقى، ايوه، عايزك يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله تروح تعين المكان وتشوف الشغل ازاي. الحمد لله، كويس ان انا اطمنت. على فين؟ استاذن انا بقى. لا 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 لا، انت تقعد تتغدى معايا. ده انت ليك عندي اخبار هتطمنك على الاخر. المهم انك تكون مستريح يا ابراهيم. والله في الحقيقة يا رفعت ما اكذبش عليك، رغم اللي انا فيه اكبر من الاحلام، ورغم ان كل اللي حواليا مبسوطين لي وبيهنوني، اللي انا مش عارف ليه قلبي مقبوض ومش مستريح. ليه يا ابراهيم؟ حسيت بحاجة مريبة؟ يعني مجرد شك. انت عارف ان شغلنا القديم بيخلي الواحد فينا يتوخى الحذر في كل خطوة بيخطيها. فكر معايا بهدوء يا رفعت، ايه اللي يخلي ناس زي دول يدوني ده كله؟ عربية، مرتب ولا مرتب وزير، وامتيازات على كل المستويات. ما انكرش ان المسألة مبالغ فيها شوية، بس انا بسمع عن امتيازات الناس اللي بيشتغلوا في مجال الاستثمار اللي انت بتاخده ده مش اكتر منهم بكتير. ثم انت ايه اللي قلقك؟ ايه الغلط اللي ممكن يوقعوك فيه؟ الشغل مش واضح وفي النور؟ طبعا، وإلا كنت سبته فورا ولو بإيدي امنعه. خلاص، نصيحتي ليك بقى انك تتوكل على الله وتستمر. مفيش حد بيعمل الغلط غصب عنه يا ابراهيم، لابد انه بيفكر ويختار. ثم ان مبادئك واخلاقك وقيمك مش ممكن ابدا هيخلوك تشوف الغلط وتسكت او تعمل تنازل. عندك حق يا رفعت، بلاش نسبق الاحداث، خلينا نشوف الايام مخبيلنا ايه. مين؟ الحمد لله على السلامة يا زنزين. الله يسلمك يا باشا. تعال لي بسرعة. روح هات. وحشني والله العظيم يا باشا. ازيك يا نسيم؟ بخير، طول ما سعادتك بخير. ايه اخبارك، تمام؟ مليون المية يا باشا، اوراق الصفقة جاهزة من مجاميعه وباسم الميس اللي اتفقنا عليه. هو مش طاب واستوى؟ ده بقى تمام، مستني على الامضة اللي نطلبها منه. اسفل ازعاجك يا فندم. لا مفيش ازعاج ولا حاجه، اتفضل. معلش، اصل الاستاذ مقتبل عايز حضرتك في مكتبه دلوقتي. حاضر. مبروك العربيه. البركه فيكي.
فيا انا؟ هو مكتبل بيه كان عارف منين ان انا ما عنديش عربيه الا منك؟ اصل الحقيقه كان شافنا واحنا ماشيين سوا بالعربيه، سالني لانه كان مستغرب فقلت له. مبروك البدله، شيك قوي. شكرا شكرا. بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي يا عزيز بيه هتشوف بنفسك. مختبر انت متاكد انه مش ممكن يستنتج اي حاجه؟ يا راجل ده عيب، ده لو كان اينشتاين، لو كان عقله الذري اللي يمكن يفهمها. اهلا اهلا اهلا، الله يبيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. اسمح لي اقدم لك عزيز بيه راجل، اهم شريك في المجموعه بتاعتي كلها. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل يا ابراهيم بيه. اتفضل. متشكر قوي. اتفضل. طبعا عزيزي انا كلمتك، انا ابراهيم بيه، ده يكفي انه راجل بطل من ابطال حرب اكتوبر اللي اعادت للبلد دي عزتها وكرامتها، وبعدين هو شخصيا شعله من الذكاء والحيويه والتوهج. ده كتير جدا يا مقتبل بيه والله. كتير ايه يا راجل؟ وبعدين بسم الله ما شاء الله، انا شايفك مهتم وجايب معاك الملف بتاع العمليه. ما انا قلت اكيد سعادتك عايزني بخصوص الموضوع ده. يا سلام يا سلام، مش بقولك عزيز بيه شعلة ذكاء؟ ها ويا ترى قريت الملف؟ طبعا يا فندم، كلمة كلمة وحرف حرف والله. عظيم عظيم، ويا ترى رأيك ايه؟ والله يا مقتبل بيه أنا شايف إن قرار سعادتك باستيراد الآلات من إيطاليا قرار صائب جدا، خصوصا إن الأسعار أحسن وجودة الصناعة أفضل بكتير. على العموم إبراهيم بيه ده كان رأيي من الأول، أنا ما كنتش مرتاح للعرض اللي متقدمة بيه الشركات اليونانية. اسمح لي يا مقتبل بيه، انا ليا تساؤل واحد بعد اذنك. تحت امرك، اسال زي ما انت عايز. انا لقيت من يومين صوره تيلكس كنت سعادتك بعته لايطاليا باسمي. ايوه فعلا، ودي فيها ايه؟ يعني ده الوضع الطبيعي. انا مقتبل بيه بلغني انك بقيت المدير المسؤول عن مصنع الرخام، ولا انا غلطان؟ لا ابدا يا فندم، مش غلطان ابدا ابدا. طيب ابراهيم بيه مدير مسؤول، وسعادتك سيد اللي عارفين، يعني مسؤول من الالف الى الياء. وبعدين يا راجل ده انت ثقة مجلس الاداره فيك بلا حدود، معقول مش هنأتمنك على مصنع الرخام؟ ده انت اشرافك عليه هيكون مباشر. فندم اسمح لي، دي ثقه غاليه جدا، لكن ايه؟ نفسي اعرف بس، يعني مسؤوليتي مسؤوليه كامله تعني ان انا هستلم الالات لما توصل من ايطاليا. ما هو بالظبط كده يا ابراهيم بيه. في الواقع يا مقتبل بيه انا يعني ما فهمش في المسائل الفنيه دي. ما انا متاكد يا ابراهيم بيه، ما انا كمان ما بفهمش فيها، ومع هذا بستوردها. احنا هنبعت مع سعادتك مهندس فني مختص، هو اللي فاهم في الامور دي، هيراجع الشحنه كلها ويؤكد لسعادتك في الاول انها سليمه، وبعد كده تستلمها. اظن كده قلبك يبقى مطمن. بصراحه بقى يا ابراهيم بيه انا احييك، واضح ان عقلك راجح جدا وقدرت تستوعب كل اللي في الملف بسرعه تحسد عليها. وبعدين يا ابراهيم بيه انا هبعت لسعادتك طلب الاستيراد، اقراه على اقل من مهلك، استوعبه كويس وبعدين وقعه، علشان انت هتبقى مسؤول عن استلام هذه الشحنه. قول لي من حق ايه اخبار العربيه الجديده؟ العربيه كويسه يا فندم، الحمد لله الحمد لله. طب الحمد لله، الف مبروك. على كل حال شد حيلك معانا، الشغل بس يمشي كده وخلال سنه بالكتير انا هقنع مجلس الاداره بانهم يعفوك من بقيه الاقساط، وساعتها يا سيدي اللي عايز تغيرها بالاحدث والاجود احنا تحت امرك. متشكر جدا يا فندم. ارجوك سيب الملف وبفوت على انسه لميس واطلب منها اصل المستند اللي احنا هنبعت نستورد بيه. اتفضل سعادتك. حاضر. متشكر جدا. اهلا. اتفضل. شكرا. بعد اذنك. مع السلامه. مع السلامه. ايه رايك في سياده العميد؟ هايل وعظيم ومستوفي كل الشروط. خير؟ شفت مش قلت لك؟ اصل انت عجبتني قوي لما كلمته في موضوع مجلس الاداره ده، حسسته يعني انك بتمن عليه مش بتورطه. يا عم صلي على النبي، ما هو ده راجل من ابطال حرب اكتوبر، لو حس حاجه كده ولا كده ممكن يشك. على العموم انا اهنيك على الصفقه الجديده دي يا استاذ. طيب التهاني لينا كلنا يا استاذ. يا سلام عقبال الاوتيل. خلاص هانت كلها ايام. تعرف انا ابتديت دلوقتي اني احس بالتفاؤل زيك بالظبط. تفاؤل يا عزيز، تفاؤل وبشده.
السنين اللي جايه دي ان شاء الله كلها السنين بتاعتنا، وكل شيء هيمشي على ما يرام. استاذ ابراهيم. افندم. اسف اني قطعت عنك خيالك، لكن انا جبت لك طلب الاستيراد اللي حضرتك امرت بيه. انا متشكر جدا. شكلك متغير من ساعه مقابله مقتبل بيه، في حاجه قالها لك زعلتك؟ فعلا انت عارفه مسؤوليه الشغل الجديد. مش ده اللي حضرتك كنت عايزه ولا ايه؟ فعلا. ظهر مكتوب على الانسان يعيش في قلق سواء وصل للي هو عايزه او ما وصلوش. ياه، دي فلسفه عاليه قوي يا استاذ ابراهيم. يا سلام، فلسفه مره واحده؟ اصل دي مجال دراستي، واللي حضرتك قلته دلوقتي ده تعبير فلسفي عبقري. يبقى جت معايا بالصدفه. ما تأمرنيش بأي حاجة تانية؟ مرسي على ذوقك يا ستي. عن إذن حضرتك. على فكرة اللي أنت حكيته ما فيهوش جنس القلق يا إبراهيم يا أخوي. حقيقي يا ناصر؟ طبعًا، بالعكس. الناس مستأمنينك ومسلمينك رقبتهم. أنت عارف يعني إيه يديك حق التوقيع على المستندات كده؟ انت لو بني ادم وحش لا قدر الله تقدر تسرقه وتعمل شغل كتير لحسابك. اعوذ بالله يا راجل، ربنا يغنيها بالحلال. القرش المشبوه يا ناصر يا اخويا قلته احسن. خلاص يا مصطفى، ماشي من غير شر. ايوه يا ماما، ادعي لي الله يخليك، انا محتاج دعواتك قوي. ده عيالك يجعل دعايا من اسمتك ونصيبك يا مصطفى يا ابن حواء وادم. ماما انا مش عايزك تزعلي، انا عارف حضرتك بتفكري في ايه، بس اللي انت بتفكري فيه ده دلوقتي الناس ما بقتش تعمل حسابه. الناس بتسال سؤال واحد بس، فلان معاه فلوس ولا معهوش؟ فهماني يا ماما؟ صباح الخير يا عم ابراهيم. اهلا، صباح النور يا مصطفى يا ابني، نهارك ابيض ان شاء الله. شكرا يا عم ابراهيم. امال فين والدك؟ ما نزلش معاك ليه؟ لا هو نزل من الصبح بدري. الله الله الله، بدري قوي كده؟ هو اصله كان قلقان بالليل شويه. حاسس كاني مسافر بعيد عنه او داخل في متاهه، خايف عليا منه. ده كلام برضه يا راجل، وصول يصلي ويدعي لك. والله يا عم ابراهيم هو في جامع الحسين من الفجريه بيدعي لي من القلب. تفائل يا ابني ان شاء الله، رضا الاب والام من رضا الله سبحانه وتعالى. يلا بينا، تعالى وصلك. يلا. هو ده الاوتيل يا مصطفى، هتخش جوه تقابل متر عزت. اديله الكارت ده وتقول له انه من مقتبل بيه. حاضر. تحب اخش معاك جوه؟ لا مفيش داعي تتعب نفسك. أنا هدخل وربنا يسهل. ربنا يوفقك، إن شاء الله هطمن عليك بالليل. بإذن الله. مع السلامة. مع السلامة. خلي بالك من نفسك. سلام. سلام عليك. الحركة جوه المكان هنا مهمة جدا. هي اللي هتحسس أي نزيل بفخامة الأوتيل وأهميته. متر عزت، في واحد بيصل على حضرتك ومعاه كارت من مقتبل بيه. خليه يتفضل. حاضر. أرجو إن كلامي يكون واضح، لأني ما بحبش أكرره. اتفضل. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح النور. انت اللي كلمني عنك مقتبل بيه مش كده؟ اسمك مصطفى. مصطفى ناصر. خريج اقتصاد؟ بالظبط. بسم الله ما شاء الله، ايه الوجاهه دي؟ ده انت ولا نجوم السينما. شايفين؟ شايفين الوسامه؟ انا عايزكم تعتبروا مصطفى مثالكم الاعلى. الوجاهه والشياكه ليها دور اساسي في الشغل بتاعنا. اتفضلوا ارتاحوا دلوقتي لغاية لما اقول لمصطفى كل اللي قلته لكم قبل كده. انا اسمي المتر عزت مجاهد، تقدر تعتبرني الرئيس المباشر والمسؤول عنك. انا الحقيقة مش عارف اشكر سعادتك ازاي يا فندم يعني. لا 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 لا، الالفاظ دي مش عايز اسمعها هنا تاني. سيادتك ويا فندم وحضرتك دي الفاظ مكتبية، هنا المتر عزت وبس. مفهوم؟ مفهوم يا متر. مقتبل بيه كان مهتم جدا بتعيينك، انت تعرفه؟ من بعيد كده يعني. عظيم عظيم. لا انت وسيم وهيكون ليك مستقبل كبير عندنا. انت الوحيد اللي تنفع في كل اللي شفتهم النهارده. الله يخليك يا فندم، ده بس من ذوقك. لا لا، انا نظرتي ما تخيبش، انت هيبقى ليك مستقبل كبير معانا، وبكره افكرك.
اهلا استاذ نسيم. الحمد لله على السلامه سيدي. الله يسلمك. أهلاً. مبروك يا سيدي، واضح ان انت اثبتت الكفاءه من اول يوم. الحمد لله رب العالمين. سمعت عنك كلام عظيم امبارح. مين؟ من مكتب البيت. كنا في سهره مع وفد اجنبي بالليل، قعد يشكر في سعادتك طول القعده. والله يا سيدي ربنا يخليه، وبعدين البركه فيك انت، مش ده ترشيحك برضه ولا ايه؟ استغفر الله استغفر الله يا سياده العميد، ده كلام برضه؟ ده انت والله تستاهل اضعاف اضعاف اللي انت فيه. اخبار سفرتك الاخيره تستدعي كل احترام وتقدير. اطلعت على التفاصيل اللي كنت باعتها؟ والله الحقيقه الانسه لميس كانت بتوفيني اول باول بكل اللي تبعته. واخبارك ايه مع الانسه لميس؟ يعني دي انسانه تستحق كل احترام. انت هتقول لي ده الشغل كله في جيبها. ايوه. تصور بقى ان في تفاصيل في الشغل بتبقى هي عارفاها عن مؤتمر بيه شخصيا. والله ده غير بقى انها عنده الكل في الكل وكلمتها مسموعه. مش الدرجات دي يا راجل، ده مهما كان موظفة عنده برضه. موظفة؟ بكرة تعرف كل حاجة. أنصحك تحسن علاقتك معاها، لو رضيت عنك تأكد إن مقتبل بيه هيرضى عنك أكتر وأكتر. اتفضل. جاي كويس أوي اللي أنت عملته. ولسه مقتبل بيه إن شاء الله هتيجي رجليه في الخية واحدة واحدة لحد ما يغرق. طيب اصحالي بقى عشان هقول لك خبر يخبل. ده هتتصرف بناء عليه، وده اللي هيوفر لنا العمليه بتاعتنا احنا نجيب الرخام اللي احنا عايزينه. خير؟ الراجل العجوز الكرش؟ يعني كلها ايام ويسيب الشغل. هيعينه مكانه واد فلاح متعافي وغشيم ولسه خايم. حلو قوي، يعني نقدر نبلعه بسهوله وناخد منه اللي احنا عايزينه. مش اللي احنا كنا عايزينه، لا، هتبقى القطعه اكبر شويه. وخلي بالك مسيو لاني مش هيسافر غير والقطعه دي معاه وفي شنطته. أيام الغضب سوء السوء النصب، يا أيام الغضب سوء السوء النصب، يا أيام الغضب سوء السوء النصب، بس ولا السوق يسوقنا ولا نطر الخير نطب، يا أيام الغضب.